مقطنقه. يا سلام شو لابس دحدوح، شو لابس الاسمنت ها حبيبي. ما شاء الله لابس طابوقه. الحمد لله على السلامة اخونا الكوشة، ما تشوف شر بعد ما ركبت بالهدية جديدة مرة يا بيلي. مبروك اسناني داد، مبروك ما حقك انت حق ذا حقي ايه شوف دوك داد. يا سلام يا اخوي علام، شوفي اول الصبح تقريبا حمل حسبه ما بدي. بسم الله عليك علوي ما بس تسوي مقالب ما شوف 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 خبوه ارباب. انا متفق ويا ارباب كل شيء. ايه بيك منه ارباب يعرف الموضوع كله. يعني بتختفي؟ هذه المرة ثالثة تختفي ذا. كيف تختفي؟ منو على منه؟ نعم يا بكادية والله. ها. شو مشكلة اللاوي؟ راسك عور؟ ان شاء الله ما يشوف الشهر. علي جرعك علي
كاتشب بحطيه فوقي ما سوى شيء. هو هذا ما لعب. بخليك تجرب تعال. اوكي تعال بخليك تجرب. طيب جلس جلس والله. اوكي انت سحبه سريع. اوكي اوكي يلا اصبر سحبه سريع. كيف يعني سحبه سريع سريع؟ بين عمي وبين دحدوح اللي ياكل ثلاث حبات اول واللي ياكل اخر شيء ينضرب ذيك على اليدين. يلا سعدوا 1 2 3 خيبة. ابن عمي خلاص خلص الريال خلص افتح 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 يلا شغلك افتح 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 ما تبى ما تبى افتح والله كلين خلاص يلا يلا شوي شوي بيضربها اول مره يضحك لا سابق متين يقول لك اول مره يضحك حبيبي اقسم بالله يا وهان عشان سلامتك اخوي تستاهل حبيبي بس يديك مسكين اي والله شنو كذا حبيبي دي القفشه اللي ما تصرف كان عرفها ندوك اغرف بدا احسن لك خذ اغرف بدا ابوي انت قبل ما تصرفك اغرف بدا اغرف بدا ايوه انت بتضربك العلقه الحين امور طيبه الحين امور طيبه العافيه العافيه لاوي شوف ذا الفلفل الجديد بس لو ياكله ابن عمي كيف؟ لو ابن عمي ياكله دحدوح كفو والله حطه مره واحده مره واحده؟ مره واحده مسخره والله ها اه كله بعد بعد علاوي علاوي كل بعد كامله متكامله ايوه والله ريال كيف طعمه؟ ده غير نكته ما اعرف كيف خيب والله ريال ما في زعل على السريع على السريع على السريع مشي مشي ما في زعل ها يلا يلا الجوله الثانيه حط ايدك قوتك عادي كذا لا سيده بسم الله ما يدعوا لبس والله شيطان كبير قسم بدي اشوف يلا علي اول وعده اول وعده والله طمه جاهز ما علينا بعد تبخ خلاص اضرب اضرب قوه اقوى ما عليك